جو ہمارے پہ مسجد بلکہ عطا فرمائے. اب بلا تاخیر عالم اسلام کے مشہور قاری اور آج کی اس محفل کے انتہائی معزز مہمان, اصولی طور پر تو ان کی تلاوت آخر میں ہونی چاہیے تھی لیکن شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں مسلسل سفر کر کے بہت تھک گیا ہوں تو مجھے پہلے موقع دیا جائے, مجھے زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا, تو اس لیے اب میں بلا تاخیر دعوت تلاوت کلام پاک دے رہا ہوں. عالم اسلام کی مشہور شخصیت فضیلۃ الشیخ المقری القاری محمد الحسینی عطا حفظہ اللہ. الان التمس فضيلة الشيخ المقري الكبير الشهير في العالم الإسلامي الشيخ القاري محمد الحسيني عيطا فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار
أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله أصحاب ما شاء الله. اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله الله ما هذه الجمال يا أستاذ. الله الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سنت يا شيخ. الله 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 سنت واجبلت يا أستاذ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم هو الله. الله 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 هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو.
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام الله 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 احسنت يا شيخ احسنت الله اكبر الله يستر عليك اللهم اللهم زيد في زيد يا استاذ الله الله
يسبح له ما في السماوات والأرض. الله أحسن. الله الله. وهو بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. الله سلم يا سلم يا رسول الله. وإذا النجوم صاحبكم بمجنون.
ولقد رأيت